تمكنت مصالح التجارة لولاية البويرة بحر الأسبوع الماضي من حجز 6679 قنطار من البقوليات الجافة منتهية الصلاحية، كانت موجهة للاستهلاك ببلدية العجيبة. العملية النوعية التي قامت بها مصالح مكافحة الغش بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني تمثلت في حجز مختلف أنواع البقوليات من منتهية الصلاحية، فقد قيمتها المالية 10 مليارات سنتيم، كانت مهيئة للتوزيع داخل مستودع تابع لأحد المتعاملين الاقتصاديين. خالد شودار. قامت مديرية التجارة لولاية بويرة بتنسيق مع مصالح الدرك الوطني التابعة لدائرة العجيبة بحجز كمية معتبرة من البقول الجافة والأرز، الكمية وصلت إلى 6000 قنطار ذات قيمة مالية 9 ملايير سنتيم. هذه الكمية غير صالحة للاستهلاك، تتكون من البقول الجافة المختلفة، الأرز، الحمص، العدس واللوبيا، كانت موجودة في واحد المستودع تابع لأحد المتعاملين الاقتصاديين الخواص، بحيث قامت مصالحنا بأخذ الإجراءات اللازمة وإتلاف هذه المادة على مستوى مركز الردم التقني المتواجد بأحنيف. بدأت العملية يوم الأمس وستتواصل هذا اليوم وغدا.